بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنتكلم درسنا النهاردة يا اخوانا على التحويل بين أنواع المتغيرات Data Conversion. يعني ايه التحويل بين المتغيرات؟ أخدنا قبل كده يا اخوانا ده نموذج مبسط من بعض الداتا تايبس أو أنواع المتغيرات اللي عندنا. طيب قلنا النوع بايت وقلنا النوع شورت وكذا. بفرض إن احنا عندنا متغير نوع شورت ومتغير اخر من نوع انتجر، كيف يتم التحويل بينهم؟ عايز احول النوع شورت، المتغير اللي من نوع شورت اخلي نوعه انتجر، اعمل الكلام ده ازاي؟ سهل ان شاء الله، تعالوا نشوف. نعمل مشروع جديد نسميه مثلا داتا كونفرشن. كده في الموديول الجزء البرمجي الموديول 1 جوه الاجراء مين او صاب مين. هنا بفرض ان انا عرفت متغير نوعه مثلا بايت، عايز احوله لنوع اخر، عايز احوله يا اخوانا لنوع اخر، هل في مشكلة؟ لا مفيش مشكلة، بس خلي بالك التحويل بيتم على انواع واشكال. ازاي؟ اول نوع من انواع التحويل التحويل الضمني. التحويل ايه يا اخوانا؟ الضمني. يعني ايه التحويل الضمني؟ التحويل اللي يعني اقول لحضرتك شخص، اقول لحضرتك مثال، لو حضرتك مثلا بتكلم شخص او مثلا شخص بيكلمك، فهمت من ضمن كلامه اللي هو طالب في كلية بس ما قالكش صراحة انا طالب في كلية، لكن انت فهمت من ضمن كلامه، من ضمن مثلا اسلوبه في الكلام، من ضمن طريقة كلامه او من بعض الكلمات المنتقاة من حواره، انت فهمت ضمنيا وليس صريحا امبليسيت اللي انت فهمت ضمنيا، يعني امبليسيت كلامه من كلامه اللي هو ايه في كليه. كذلك عملية التحويل بين المتغيرات ممكن تكون بطريقة ضمنية مش صريحة. ازاي؟ تعال نشوف. بفرض تعال ناخد اي نوعين من المتغيرات عندنا هنا، وليكن مثلا النوع سنجل. مثلا النوع سنجل طبعا بياخد علامة عشرية، تمام؟ ده رقم بياخد ايه؟ علامة عشرية معاه، تمام؟ يعني لا يأخذ فقط الأرقام الصحيحة، تمام؟ طيب هنقول مثلا ديم مثلا اكس، متغير اكس as single، تمام؟ نديله قيمة مثلا 55 مثلا، أو مثلا إيه 13.5. عندي نوع متغير اسمه اكس قيمته 13.5، صح؟ هل في مشكلة إن أنا أقول ديم الواي؟ خلي بالك as single بتساوي ال x، في مشكلة في كده؟ مفيش مشكلة، عرفت متغير اسمه x نوعه single بيساوي 13.5، وعرفت متغير اسمه y برضه نوعه single بيساوي قيمة ال x، كل ما قيمة تتغير كذلك بيعود على ال y. ليه؟ لأن ال y تمام passed by ايه؟ by reference وليس by value، لكن ده باي فاليو زي ما اتكلمنا قبل كده، وده باي ريفرنس. اتفقنا يا اخوانا؟ لاحظ حتى لما تقف عليه يقول لك والله المتغير ده موجود هنا. اتفقنا يا اخوانا؟ برضه لما تقف عليه يظهر لك الهنت دي ديم از سينجل، تمام؟ طيب لو حضرتك ممكن تقول له مثلا اكس زائد 5، مفيش مشكلة خالص، يعني الايه الواي بيساوي الاكس مضافا اليه 5، مفيش أي مشكلة. طيب نمسح السطر ده أو نعمله كومنت، تعالى تحت dim الواي as single، آسف بلاش as دلوقتي. احنا قلنا دلوقتي احنا بنشرح ايه يا اخوانا؟ التحويل الضمني.
التحويل ايه الضمني، اللي هو ما بقولش للايه صراحة للكمبيوتر، او اسف للبرنامج او للديت نوت فريم ورك عموما، صراحة اللي هو يحول بقول له ضمنيا. خلي بالك بقى ضمنيا مقسم الى قسمين، ضمنيا برضو عشان نقسم برضو صح، الضمنية التحويل الضمني implicit conversion مقسم الى قسمين، التحويل الواسع والتحويل الضيق، تمام؟ widening and narrowing conversion، التحويل الواسع والتحويل الضيق. ايه هو التحويل الواسع وايه هو التحويل الضيق؟ التحويل الواسع اللي انا احول من متغير بيحمل قيمة اقل، اسف، من نوع متغير بيحمل مساحة اقل الى نوع متغير بيحمل مساحة اكبر. يعني حضرتك اخدت محتوى كوب من الماء في برميل، في خزان، في اناء كبير، كوب من الماء صغير لا يتعدى مثلا، لا يتعدى الربع لتر، في مثلا اناء كبير، هل يستوعب الاناء الكبير؟ اه يستوعب. ده بيسموه التحويل الواسع، بتحول من متغير، نوع متغير قيمته اقل الى اكبر. يعني البايت تتحول لشورت اكيد، ليه؟ لان البايت حته قد كده، كوب من الماء شورت اناء. طب والشورت تتحول لانتجر، الشورت كوب من الماء بالنسبه للايه، بالنسبه للايه، للانتجر، تمام؟ الانتجر بالنسبه للشورت والبايت كوب اناء كبير، اتفقنا يا اخوانا؟ وهكذا. ده النوع الاول، التحويل ايه يا اخوانا؟ التحويل الواسع اللي بيتم فيه التحويل من القيمة من المتغير مجال ضيق، من النوع المتغير بيحتوي على مجال ضيق الى مجال اوسع منه، بفرض ده مثلا اللي اوسع من السنجل الدبل، تمام؟ في عندنا الديسمال مثلا، اسف مش الديسمال، الدبل، تمام؟ طيب هنعرف هنا متغير نوعه دبل مثلا، دبل بيساوي ايه بقى؟ هقول له بيساوي قيمة الاكس. يبقى انت عملت ايه؟ ها؟ قلت له والله عرف لي متغير ديم خسر لدايمنشن اكس، ممكن تغير اكس نوعه سنجل 13 ونص، قلت له واي نوعه دبل، ها؟ ايه يا اخوانا؟ بيحتوي على قيمة الاكس اللي هي من نوع سنجل، مفيش اي مشكلة خالص. ليه؟ السنجل بالنسبة للدبل، السنجل ده عبارة عن كوب من الماء، اما الدبل فهو عبارة عن ايه يا اخوانا؟ عن اناء، بل هو ممكن يعتبر اكبر اناء في الايه، في المتغيرات كلها، اتفقنا يا اخوانا؟ ده الايه، انه حتى لو احنا قلنا له كونسول دوت رايت لاين، لو قلنا مثلا الاكس وخدنا نفس الايه السطر، كوبي بيست، كوبي اند بيست، تمام، قلنا هنا ممكن نشغل باستخدام كنترول اف 5 وزود ديباجنج، تمام، هنلاحظ هنا لك 13 ونص، 13 ونص. يعني انت اخدت قيمة الاكس اللي هي من نوع سنجل حطيتها عادي في الواي اللي هو من نوع دبل. ليه؟ لان عندك هنا السنجل لاحظ بياخد من واحد ونص مرفوع الى 45 اللي هو الايه، الايه 45 زي ما كنا بنعمل، تمام، الى 3 و4 من 10 ايه موجب 38، لكن الدبل بياخد 5 ايه 324 الى 1.7 من 10 ايه 308. مش هتفرق معانا حتى لو اننا نعلم ايه هو الايه، هو الدبل يعتبر اكبر مجال في يا اخوانا في المجالات دي، اتفقنا يا اخوانا؟ طيب يبقى خدنا النوع الاول، عندنا اول نوع التحويل الضمني وعكسه التحويل الصريح. التحويل الضمني بينقسم الى جزئين، التحويل من مجال واسع بيسمى التحويل الواسع، بيتم من مجال صغير الى مجال اكبر منه، فبالتالي المجال الاكبر كده كده تلقائي بحجمه بيحتوي على المجال الصغير ده، اتفقنا يا اخوانا؟ طيب جميل. النوع التاني
قبل ما نقول النوع التاني، في هنا في طبعا انا بستخدم كتب طبعا في الشرح بحيث امشي على منهجيه معينه. في عندي هنا كتاب اسمه ماسترنج مايكروسوفت فيجوال بيزك 2010، تمام، كتاب جميل جدا، تمام، من احد الكتب الواحد بيستمتع بيها يعني. هنا بقول لك في بي 2010 وايدنينج كونفرجن، لكن وايدنج ده يعني زواج، تمام، او ويدنج يعني زواج. هنا وايدنينج كونفرجن، هنا بيقول لك اي تايب ممكن يتحول لاوبجكت ماشي، يبقى اي تايب من الانواع يتحول لاوبجكت ماشي، لان احنا اتكلمنا وقلنا يا اخوانا اوبجكت، تمام، هو عيب يعني، مش عيب اللي هو يعني عيب يعني ايه، من العيب اللي احنا نستخدمه كتير. ليه؟ لان اوبجكت ممكن يعني يحتوي البايت والشورت يتحطوا فيه عادي، فليه انا اضيع قدرات الذاكره في شيء انا ممكن اعرف، تمام، البايت يحول الى الشورت والانتجر واللونج والديسيمال والسنجل والدبل، البايت يحول دايما لده. ثم لو لاحظت هتلاقي نفس السطر ده يوضع تحت بس يحذف منه اول حاجه، يبقى الشورت يتحول هنا، تمام، يتحول انتجر ولونج وديسيمال وسنجل ودبل وهكذا، الانتجر تحذف ثم الانتجر يحول الى لونج وديسيمال وسنجل ودبل. طبعا انت مش محتاج اصلا تعرف ايه الترتيب ده، انت لو عرفت الترتيب اللي هو بايت شورت انتجر لونج ديسيمال دبل خلاص، يبقى البايت يحول الى شورت اللي بعده كله، والشورت يحول الى انتجر ولونج وديسمال وكذا، والانتجر يحول الى لونج وديسمال وسنجل ودبل، واللونج يحول الى ديسمال وهكذا. طبعا هنا تحت الدبل لا يحول الى شيء، لو حول بالطريقه، انا اقصد بالطريقه الواسعه، التحويل الواسع، لان مفيش اصلا حاجه اكبر منه في الايه، في حيز او في المجال، مجال المتغير. طبعا الكار اللي هو بياخد حرف واحد يحول الى سترينج عادي، ليه؟ الكار حرف واحد، واحنا قلنا سترينج سلسله من الايه، من الاحرف، يبقى ده خلي بالك لو احنا هنا اتكلمنا، يبقى الايه ده جدول بسيط بيوضح لك الايه الوايدنينج كونفرجن، اتفقنا يا اخوانا؟ طيب ده النوع الاول. ايه بقى النوع التاني؟ النوع التاني يا اخوانا من التحويل، وهو التحويل الضيق، العكس، عكس العملية بقى، اللي انت تحول من الدبل للسنجل، اللي انت تحول من الدبل للسنجل دي فيها مشكلة، اللي انت تحط محتويات الإناء الكبير في كوب من الماء، ان انت تحط محتويات الإناء الكبير في كوب من الماء، بس هي دي المعضلة وهي دي المشكلة. بخلي بالك عندنا تحويل ضمني وتحويل صريح، تحويل صريح. احنا في التحويل الضمني الامبليسيت بنقول عندنا نوعين، تحويل واسع وتحويل ضيق. التحويل الواسع اللي اتكلمنا عنه من شيء صغير الى شيء اكبر، يا سلام، جميل جدا. التحويل الضيق هو ده المعضلة، هو ده المشكلة في الجزء الاول. طيب يعني لو احنا اخدنا دلوقتي عكسنا العملية، عكسنا ايه العملية، هنمسح دول او نعملهم كومنت كلهم بالضغط على كومنت هنا. في التحويل الضيق يا اخوانا بتبقى المشكلة ان انت ما تعرفش هل محتويات الاناء ده اكبر ولا مساوية لمحتويات الايه، طبعا مساوية هي يعتبر الصغر، مش هتفرق معانا يعني، مساوي الكوب الماء هو ايه، اقل من كوب الماء، لان كده كده كوب الماء هيتحمل الايه، الحجم ده، تمام. يبقى هل محتويات الاناء الكبير قد محتويات الكوب الصغير ده، تمام، اكبر منه ولا قده او مساوي له، تمام، هي دي المشكلة. تعال نعرف متغير مثلا اكس برضو از مثلا انتجر، النوع انتجر، تمام. طيب وعرف قبله، المفروض نعرف الاول متغير تاني، واي نخلي ده اكس نخلي ده واي، عرف متغير تاني از نوعه دبل، تمام، قيمته مثلا 113%، او مثلا 100 ايه 265، تمام، وكذلك او مثلا خليه مثلا ايه 8 865، وعرفنا نوع انتجر. تعالى في الصورة اللي عندنا
هل اللوج انتجر بيحتوي على علامات عشرية؟ لا، ده هو كله رقم صحيح. هو بالفعل بيحتوي على السالب، لكن هو في الاخر رقم صحيح، تمام؟ يعني لا يحتوي مثلا على 2.4 او سالب 2.4. ليه؟ لان هو رقم صحيح. فلما حول من النوع الواسع الاناء الكبير ده الى النوع انتجر البسيط الكوب ده، هتحصل عندي مشكلة. تعال نشوف، هقول له هنا بيساوي اكس، قيمتك بتساوي ايه؟ اكس. طيب تعال بقى نطبع الاكس والواي، تمام؟ تعالى نطبع الاكس والواي نشوف ايه اللي يحصل. اول شيء بيقول لك قيمة الاكس 100 و865، لكن قيمة الواي 101. ايه حكاية بقى 101؟ طب ازاي؟ هو اولا شلك او حذف الجزء الايه؟ الزيادة. انا لا احتوي على رقم عشري، لو سمحت مش عايز رقم العشر. طب هل رقم العشر يقبل التقريب؟ اه، يبقى زود 101، بدليل لو ده عندك 2، تمام، هيفضل 100. اتفقنا يا اخوانا؟ طيب خلي بالك، ده ممكن يعمل لك مشكلة كبيرة جدا. خلي بالك ده عيوب الطريقة دي يا اخوانا، عيوب الايه؟ الطريقة دي. ليه؟ لان انت ممكن تضيع قيم، تمام، بالايه؟ بالطريقة دي. فحلك الوحيد هتعمل ايه؟ بنيجي على منطقة الديكليريشن هنا، وبنكتب امر بسيط كده بحيث يمكننا ان احنا نمنع العملية دي. نمنع العملية ايه يا اخوانا؟ التحويل الضيق، الضمني الضيق. تحويل ايه يا اخوانا؟ الضمني الضيق، النرو. ليه؟ لان انت كده ممكن يحصل وراك اخطاء كتير جدا. تخيل ده لو مثلا، لو ايه؟ لو ديسيمال، تمام؟ او مثلا بلاش ديسيمال، اخليه مثلا بايت. شغل برنامجك هتلاقي فيه اخطاء. طبعا هو تحمل 100، تخيل ده لو 1000 مثلا، خطأ. ليه؟ لان انا اصلا انت بتحط مش بقى ده، انت بتحط خزان او برميل كبير او شاحنة نقل الماء في كوب من الماء. يعني لا هو لا يقبل الألف ولا يقبل الجزء العشر. لو حتى لو أزال الجزء العشري لا يقبل الألف أصلا، لأن النوع بيض بياخد بسيط من 0 إلى 255. وصلت يا إخوانا؟ يبقى خلي بالك لما تيجي تحول من النوع ده بيحصل عندك في مشكلة. عشان تنهي الموضوع ده كله هتكتب هنا أمر بيمنع عملية التحويل الضمني الضيق. الواسع شغال عادي، هتقول له اوبشن، تمام، استريكت اون. يعني ايه؟ اختيار الاستريكت اون، تمام. طيب خلي بالك هتحطه فوق الموديول، فوق الموديول هنا في الديكليريشن، في الجنرال، في الديكليريشن عندك مكان هنا اسمه الجنرال، تمام، اللي هو الجنرال اللي فوق، الجزء اللي فوق، اللي فوق الموديول اصلا، تمام. عشان يحتوي على كل الايه؟ المودولز. هنا خلي بالك ظهرت لك علامة ايه؟ ها هنا بقول لك ايرور. ليه؟ لان انت خلي بالك، انت قلت له ايه؟ ديم، هو اصلا جابها لك، قال لك اوبشن سيلكت اون ذيس الاوز امبليسيت كونفرشن فروم دبل تو بايت. في الامبليسيت كونفرشن عملية التحويل الضمنية من الدبل للبايت ممنوعة، أنا منحها بشرط الأوبشن ستريكت. لو حطيت ده كومنت يختفي، ده يزال عادي، حتى لو حطيته انتجر، تمام، وشلت ده كده بحيث يبقى أصلي، تمام، أو معمول به يعني مش كومنت. لاحظ لك ما ينفعش أنت تحول الدبل انتجر. ليه؟ لأن الدبل قيمة كبيرة إناء، لكن الانتجر قيمة صغيرة بيحتوي على محتويات كوب من الايه؟ من الماء. اتفقنا يا اخوانا؟ بخلي بالك التحويل الضمني الضيق، ريح دماغك واقفله. اتفقنا يا اخوانا؟ هيعمل لك مشاكل كتير. عايز تشتغل بيه؟ اهلا وسهلا، براحتك، انت مسؤول عن قرارك.
بين لك الطريق، تمام؟ طبعا تمنع ازاي؟ اوبشن ستريكت اون، او باستخدام بروجكت، اسم البروجكت بروبرتيز، تيجي للكومبايل هتقول له هنا اوبشن ستريكت اون. اوبشن ستريكت ايه يا اخوانا؟ اون. ليه اون؟ يعني الستريكت زي ايه؟ زي متشدد كده او صارم او حازم، تمام؟ طيب لا طبعا انت ما كتبتش فوق، تمام؟ هو تلقائي في الكومبايل بيعمل حسابه. لاحظ هنا يقول لك لا، حتى هو انت هنا لو ركزت هيقول لك انت ممكن تستخدم ايه كمان، اللي هي عمليه الايه، ها، التحويل الصريح بقى للجزء الثاني اللي ان شاء الله هناخده الدرس القادم. اتفقنا يا اخوانا؟ يبقى خلي بالك عندك نوعين من التحويل يا اخوانا، سهل خالص، تحويل ضمني وتحويل صريح. احنا خدنا الدرس النهارده ان شاء الله التحويل الضمني. ايه التحويل الضمني؟ في عندك جزئين، تحويل ضيق وتحويل واسع. التحويل الضمني يعني بيفهم من خلال الكلام، من خلال ان الواي انت هتحولت القيمه دي للقيمه دي بس، تمام؟ ما قلتلوش صريح لو سمحت حول لي دي، لا انت قلت له ايه بالفهلاوه كده، قلت له بالايه، يعني ايه، من تحت لتحت. اتفقنا يا اخوانا؟ هو ده التحويل الايه الضمني، في ضيق، اسف، واسع، من الصغير للكبير، متاح لك تاخد البايت ثم الشورت ثم الانتجر والى توصل الى الدبل في الاخر مرورا بالايه، باللونج والديسمال والسنجل والطبل. اتفقنا؟ طيب وقلنا الكار يتحول لايه، لسترينج. اتفقنا يا اخوانا؟ طيب قلنا التحويل الضيق ده بيتم عليه مشاكل كبير، بدليل ان انت لو حولت من ده لده، لو قلت له رجعت الاصل تاني مرة أخرى كومبايل اوبشن سكريبت اوف، تمام، هيتم، لاحظ هنا قاطع جزء من النص 1000، ولو ده أزيد من الخمسة أو خمسة فيما فوق هيتم تقريب الإيه النص. فبالتالي أنت ما تعرفش الرقم الواحد ده ممكن تفرق معاك قد إيه، تمام؟ ما تفرق، أصل أنت بتتكلم في 1001، فتخيل الألف بيزيد لواحد، أمال لو مثلا، لو مثلا 10، تمام، اصل 1001 يبقى ده واحد من 1000، تمام، لكن لو من 10 واحد من 10 ده نسبته اكبر، تمام، يعني لو واحد بيقبض 10 جنيه فبالنسبه له الجنيه ده يفرق معاه، لان اصلا ال 10 جنيه، نسبه الجنيه ل 10 جنيه تختلف، تمام؟ اتفقنا يا اخوانا؟ يبقى خلي بالك التحويل الضيق عرفنا نقفله منين، يا اما نكتب فوق خالص فوق الموديول اوبشن ستريكت اوف اون، اسف، اون، عايز تقفلها اوف، تمام، فبالتالي يظهر علامة الايه ده، او تضغط تقول له اوف فبالتالي يختفي، هو كده كده بيبقى تلقائي او الديفولت الاوف. اتفقنا يا اخوانا؟ يبقى كده بفضل الله عرفنا التحويل الضمني. معادنا ان شاء الله الدرس القادم على التحويل الصريح، وهو الافضل في عملية التحويل، له عدة طرق طبعا مش طريقة واحدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.